السلام عليكم. السلام الحمد لله. ما يزال المكان بالضبط. لا خالد طبعا جبت الاوراق معك. الله يجزيك الخير كثر خيرك يا رب. يعني العملية إن شاء الله ألف سلام قريبا إن شاء الله. إن شاء الله قريبا إن شاء الله. رب العالمين بس يختر الحدا يكون حاسس فيه. الله يعافيهم والله الجماعة ما في منهم ساعدوني وعندي أنا زوجتي عندها عملية عندهم بتعمل عملية عندها لسنتين سطحة اتخذ بركة إن شاء الله يا رب خير. شو عندك أولاد؟ أربع بنات. أربع الله يسلمهم. شو أسميهم؟ جنى وحلا وجين وماس. ما جنى مشعل دماغ. يا الله سخر الله يعافيهم بجاه الله الكعبة بالجماعة بيساعدوكم. شو بدهم يعني عملية؟ عملية ما بيمشوا؟ ما بسمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. والدتهم موجودة؟ من والدتهم بشان يفرق. سيدي الله يفرج. آمين. وعندك طبيعة؟ لا. بس أربع بنات والأربعة مجلل الأربعة معه. بدهم عملية بدهم شيء؟ عملية. عندي حالة بدها عملية. ايه ممكن تنجح اذا عملت العملية. تمشي بعدين؟ بالعملية تمشي؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ادوية ما عندهم هنا؟ ادوية مشان الصرع. ادوية مشان النوبات صرع. كمان؟ صحيح انا ما يفرق. الله العظيم تاخذها وحياة ربك. اذا لي معزي عندك. رجع الله حياة ولادك. نعم. أنا وياك. يا حبيب قلبي. أنا عندي زوجتي بس تعبانة. وقعت مع السلم من سنتين ومسطحة. احكي لي عن الولاد. معزبين قديش عمرهم؟ 12، 10، 6، شهرين. شهرين كلهم اجوا في شيء وراثي؟ أنا ما خدمت خالتي. أي زواج الأقارب هذا. بين. الحمد لله رب العالمين استفادات ورحمة. كول أبوي كول. لا. كنت ساكن عند ابن عمي. بعدين طلعني. ما فيني اطلع عند عندي ابن صغير موقف المدرسه تبعه مشتغل هدي مساء سياره ماشي الحال. لا برجي شو عندي شويه رشفه حبيبي الله يطول عمرك قول امانه الله الله يا ريتنا يساعدك كيف صدق الجماعة تعالج أنا بدي ساعدك يا حبيب قلبي لك الله يكثر خيرك على الكلام الحلو اللي عم تحكيه والله ما بدي بحاجة شيء والله ولا شيء والله لا والله دقيقة شوي خذوا سمع روح روح على أنا هعطيك كمان مو بس أنت تعطيني أعطيك شغلة أنا سيك هذا سيك هذا الظرف افتحه في ورقة بقلبه قرأ لي إياها الله يجبر خاطرك تعرفين أنا؟